ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية نقلا عن موقع دومبالون الإسبانية أن ليفربول وافق على انضمام محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزية إلى ريال مدريد الصيف المقبل مقابل 175 مليون استرليني، أي ما يوازي 200 مليون يورو مع لاعب إضافي. أضاف التقرير أن فلورنتينو بيريز يرغب في انضمام محمد صلاح ونيمار إلى كريستيانو رونالدو في هجوم ريال مدريد خلال الموسم المقبل. لذلك ستكون مباراة برايتون القادمة للريدز هي الأخيرة للنجم المصري بالدوري الإنجليزي بقميص ليفربول. في سياق متصل كشفت صحيفة ديلستار أن محمد صلاح طلب الحصول على راتب سنوي يصل ل 12 مليون استرليني، ما يعادل 15 مليون يورو سنويا، نظير ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل. لكن مطالب النجم المصري المادية أغضب كريستيانو رونالدو، مطالبا إدارة النادي الملكي بعدم إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب المصري. وسيلعب النجم المصري محمد صلاح مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 26 من مايو الجاري على ملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف. يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع ليفربول الموسم الحالي، وتعويض الجناح الويلزي جاريث بيلا الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الريال بسبب تراجع مستواه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.